خير لأننا نستعد للمباراة القادمة ضد الإخريطيات، والمدرب لم يستطع الحضور لأنه مع الفريق في تدريب صباحي، ونحن نعد للمباراة ضد الإخريطيات. طبعا المباراة ليست سهلة، الإخريطيات فريق جيد، وهم رغم أنهم في دوري الدرجة الثانية في الوقت الحالي، ولكن لديهم لاعبين جيدين، لاعبين يلعبون على مستوى طيب، وكثير منهم لعبوا في دوري الدرجة الأولى، دوري نجوم قطر، وبالتالي يجب أن نحافظ على مستوانا الذي لعبناه في المباريات الماضية، ونأمل أن نفوز في هذه المباراة ونتأهل إلى الدور التالي. والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مثل ما كلنا عرفنا أن نوعية المباريات مطلوب منها الحذر، طبعا من الخطيات واجهنا عديدا في الدوري وواجهنا مع صعوبات، فأنا أعتقد أن المباراة تكون اللي خلصها من أول الدقائق، فأنا إن شاء الله يعني أدخل المباراة بكل تركيز وحماس أن نخلصها من أول دقائق، يعني عشان يعني نرتاح بقية المباراة ونطمح طبعا دائما للوصول للنهائي والفوز بالطبع في كأس الأمير. إذا كما ذكرت نحن إن شاء الله سنفوز ونتمكن من الوصول إلى النهائي. نحن نعرف أنه في النهائي السابق العام الماضي خسرنا ضد الدحيل، لم نلعب بشكل جيد وخسرنا ولم نظفر باللقب والكأس، ولكن هذه بطولة جديدة وهذه بطولة كبيرة بالنسبة إلينا، ونحن متحمسون للغاية للمشاركة في هذه البطولة وهذه المسابقة، ونريد أن نلعب على نحو تنافسي في كل المباريات، وإذا ما حافظنا على مستوانا فإننا أعتقد قادرون على الوصول للنهائي، وإن شاء الله سنفوز ونظفر باللقب. بالنسبة لنا كل المسابقات وكل المنافسات وكل الألقاب مهمة بالنسبة لنا. نعم هي منافسات مختلفة وبطولات مختلفة، وطبعا دوري الأبطال، دوري أبطال آسيا، وكذلك كأس الأمير إضافة إلى الدوري، كلها مسابقات مهمة، ولكن كما ذكرت نحن نريد أن ننافس في كل هذه البطولات، ونعتقد أن بإمكاننا المنافسة، و سنكافح ونظل بأقصى قوتنا. وطبعا اللعب في مباريات كمباراة القادمة ضد الإخريطيات، ستركيزنا سينصب على الفوز في كل مباراة على حدة، نتعامل مع كل مباراة على حدة، لا نريد أن نفكر بالمباراة القادمة في دوري الأبطال. وطبعا هذا سيكون خطأ كبير، نحن تركيزنا منصب على مباراة الإخريطيات، ثم سنلعب المباراة القادمة ضد النصر، وبعد ذلك سبهان، وهدفنا أن نمضي خطوة خطوة ومباراة مباراة، وهذا هو الأمر المهم بالنسبة إلينا. وبالتأكيد جميع المسابقات وجميع البطولات مهمة جدا. نعم نحن حققنا نتائج جيدة، ولكن بالنسبة لنا كما ذكرنا أن نلعب كل مباراة بنفس الروح ونفس المستوى الذي لعبناه والمستوى الذي قدمناه الشهر الماضي. طبعا كان لعبنا رائع جدا، إذا ما حافظنا على هذا المستوى فأعتقد أنه سيكون من الصعوبة بمكان الأندية الأخرى أن تفوز. فالفرصة مرات ما تجي لكل لاعب بالشكل المطلوب، فأنت تحاول تطلع إعارة، فأنا لما رحت الإعارة فأخذت خبرة كفاية، احتكيت مع لعيبة كبار، احتكيت في الدوري أكثر. فالخطوة الثانية إني أحاول أثبت أقدامي مع الفريق الأول، وإن شاء الله مع الستاف الموجود حاليا اللي يدعم بشكل كبير الشباب، فإن شاء الله إني تكون عندي فرصة كبيرة إني أثبت أقدامي في الفريق الأول ونشارك معه في البطولات القادمة إن شاء الله. طبعا جنفينيو لا يلعب مع أسد، ولا أستطيع أن أتحدث عنه، فقط أتحدث عن لاعبين، وطبعا جنفينيو يلعب في مركز آخر عن ماركيو فابيان،
ولكن بالنسبة لنا ماركيو فابيان هو لاعب وسط مهاجم يحمل الرقم 10 ويختلف عن جونفينيو الذي يلعب كجناح، ولكن سنرى. سنرى المركز الذي سيلعب به وأداءه، ولكن أعتقد أنه سيساعدنا في منطقة الوسط كما ذكرنا هو لاعب وسط مهاجم. ولكن تشافي هو من سيقرر المركز الأفضل لفابيان، وطبعا بالتأكيد اللاعب سيساعدنا في مساعينا.